أول خطوة في الزبدية راح أضيف السكر الأبيض والبني، وراح أضيف عليهم الزبدة المذوبة، وكمان راح أضيف عليهم رشة الملح، وراح نخلط هذه المقادير لين تتجانس بشكل مرة كويس ومضبوط. وبعد ما خلطت السكر مع الزبدة مرة كويس لدرجة إنهم يتجانسوا كويس وما في أي بقايا للزبدة، يعني ما في دهن على الجوانب أو شيء، راح نضيف البيضة ومعها الفانيلا. حطيت حبة بيضة في حرارة الغرفة مع الفانيلا، وكمان راح نخلط لين يتجانس عندنا الخليط مرة ثانية. وبعد ما خلطنا البيض بهذا الشكل، الآن راح أبدأ أضيف الدقيق، لكن مهم إنه إحنا نخفقه، عفوا مو نخفقه، إنه إحنا ننخله. فنقول بسم الله، راح أضيف الدقيق وكمان عليه البيكنج صودا، وراح أنخل هذه المقادير. دحين راح أقلبهم كمان. إذا ثقل معاك الخليط مو مشكلة، ممكن تستخدم السباتشولا راح تكون أسهل، اللي هي هذه. وبعد ما وصلت لهذا القوام، شايفين كيف زي العجينة اللي متماسكة بس لينة، راح أضيف قطع الكاكاو ونقلب. أنا هنا يعني خلط بين الدايت وبين الحليب، راح نقلبهم كمان. وبكذا تكون العجينة عندنا صارت جاهزة، صراحة شكلها مرة مشهي. فراح أجرب، أول شي راح أسوي كورة واحدة وأخبزها في الفرن عشان أتأكد من درجة الحرارة، وأشوف إذا يحتاج إنه أنا أدخلها الثلاجة قبل لا أخبز الكمية الباقي أو لا، وإن شاء الله يا رب إنها ضبطت. حدخل هذه الحبتين الفرن، يصير أحسب كم المدة، وكمان لو تحتاج تدخل الثلاجة أو لا زي ما قلت لكم. فهذه صينية الاختبار. هنا بعد ما جهز الكوكيز وحسبت له مدة الخبز من فوق ومن تحت، شوفوا كيف كده من تحت وكده من فوق. يا عيني على الهشاشة، شوفوا كيف عاد بذوق، ان شاء الله يا رب يكون لذيذ. لو لذيذ اكيد اني حنزل لكم المقادير. والله بيني وبينكم ما اتوقعت يكون لذيذ بالشكل هذا، فيه له قرمشة من الأطراف ومن الوسط مرة لين، والكاكاو طبعا لاعب دور خرافي خرافي خرافي، لازم لازم تجربوه. راح أكمل أخبز الكمية بالكامل إن شاء الله وأنزل لكم المقادير بحول الله.